كده. طيب تعال نعمل البروجكت بتاعنا، البروجكت بتاعنا كان نوع الشير بوينت 2013 امتي بروجكت، تعال نقول له ايه كريت، او تعال نسميه شير بوينت سي ايفنت ريسيفر نيم. ايه اليو ار ال بتاعتنا هنشتغل عليها؟ فتعال نفتح الدنيا كده ونعمل ليست، ليست دي اسمها كاتيجوري، ونبدا نطبق المسلح بتاعنا عليها. تحط تمبلت، افتح الديزاينر شيت بوينت ديزاينر، ممكن تعمل ماستر بيج تحطها جوه في الديزاينر وتطبقيها. ده كليك كده بتقول سيت ديفولت ماستر بيج، وحاجات تطبق لك الديزاين ده على الماستر بيج بتاعك على اي ويب سايت جوه الشيت بوينت. شغالين على كومبي تك، شغالين بقى على المين ده. تعال بسرعة من كده نضيف ليست، هطلع السيتنجز بتاعتي واقول له ادي اد ان اب. اي ايتم هيضاف جوه الكاتيجوري بتاعي يضاف ويز ايه؟ ويز تايم. طيب اتفقنا الايليمنت اللي احنا بنشتغل عليه هو الايفنت ريسيفر. طب ايه اليو ار ال اللي هنشتغل عليه؟ هيقول لي بتاعنا اهو ماشي، شغالين في اتش ار، فناخد السايت كوليكشن بتاعتي فاليديت، نضيف ايفنت ريسيفر هقف بس كليك كده على اسم البروجكت بتاعي، كليك يمين اد نيو ايتم، الايتم بتاعي من نوع ايه؟ من نوع ايفنت ريسيفر. تمام. طب انت تسمي الايفنت ريسيفر ايه؟ تقول انت عايز نسمي الايفنت ريسيفر ده ايفنت ريسيفر ادينج، تعال نقول له اد. طيب هتلاقي واتس ذا تايب اوف ايفنت ريسيفر دو يو وانت، فدي كلها انواع ايه؟
ريسيفر عندي عندها ليست ايفنتس او ليست ايتم ايفنتس او ليست ايميل ايفنتس او على مستوى الويب او على مستوى ايه الورك فلو. طب فين الفيتشر؟ انا ممكن اصلا على الفيتشر على الفيتشر نفسها كليك يمين واقول له اد ايفنت ريسيفر على مستوى الفيتشر بتاعتي. تمام. طيب انا عايز انفذها على مستوى ايه؟ على مستوى ليست ولا على مستوى ليست ايتم ايفنتس؟ ليست هنفذها على المستوى على الليست كاستراكشر ليست. لا انا هنفذها على الليست هنفذها اسين تدريت ليست كامله هتاد ليست كامله او هتاد ليست بستراكشر بتاعتها. تمام. ولا انا هتنفذها على مستوى الايتم؟ فانا هنفذها سي على مستوى الايتم. لازم كل ما اضيف ايتم جوه الليست بتاعتي يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل يزود لي التايم بتاعي. فانا اقول له انا هعملها على مستوى الليست ايتم ايفنتس. تمام. طيب هيجي بقى يقول لي دي كلها الايه؟ كل انواع الليست او ليست ايتم اللي انا عايز انفذها عليه. طب فين يا عم الليست بتاعتنا اللي اسمها كاتيجوري؟ هو جاب لي بس البيلت ان تمبلتس الموجوده عندي في شير بوينت. جاب لي اناونسمنت اسيست لايبرري كالندرز كونتاكتس كاستم ليست. تمام. طب فين فين الليست بتاعتي اللي اسمها كاتيجوري؟ معنى كده ان الليست بتاعتي او الايفنت ريسيفر بتاعي هيتطبق على كل الليست الموجودين عندي في الشير بوينت سايت. طب انا اعمل ايه عشان تتنفذ على مستوى الكاتيجوري؟ تعال ننفذها دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه عشان انا بس انفذها على مستوى ايه؟ على مستوى الكاتيجوري. طيب انت عايز الايفنت بتاعك يتنفذ على بعد ايه او بيفور ايه؟ فانت عندك ان ايتم از بيجين ادد معنى كده ديورينج. تمام. بصي تحت هنا هتلاقي برضو عندك ايه ان ايتم واز ايه واز ادد. تمام. فهنا بيجين ادد معناها هنا الفعل في المضارع المستمر. تمام. اما واز ادد في ايه؟ واز ادد في الماضي البسيط اللي انا بقوله عليه. تمام. فانا عندي اي حاجه فيها بيجن مروه فكلها معناها ايه؟ ديورنج. تمام. انا ما اختارش عادي ده كديفولت. انا ما عنديش الليست بتاعتي. بص انا هدور على الكاتيجوري هنا مش هتلاقي كاتيجوري. تمام. ايه انا ممكن اختار على اي مستوى على مستوى الكاستم ليست. تمام. بس انهي كاستم ليست؟ تمام. انت عندك اكتر ممكن تعملي اكتر من كاستم ليست جوه اللي عندك. تمام. طب الحته دي هنتكلم فيها يعني نيكست ستيب يعني هنتكلم فيها بعدين ان ازاي ننفذها على الكاتيجوري بعينها او ننفذها على ليست بعينها. هو في ممكن اكسها على الحاجات احنا خدناها اس بي ليست واس بي ليست ايتم بس وفي حاجه اصرف. تمام. تعال احنا يمكن احنا قلنا بتاعت الاس بي ليست واس بي ليست ازاي اكسس الحاجات دي كلها. تعال نقول ايه الطريقه الثانيه. تمام. يبقى احنا عرفنا اكتر من طريقه. تمام. طب انا عايز انفذها اثناء ايه؟ انا عايز مال ايتم ديورنج ادنج. تمام. فانا عندي الادنج احنا اتفقنا عندي ان ايتم از بيجن ادد فهي معناها ادنج. تمام. فانا سيلكت ايه؟ هسيلكت الايفنت اللي اسمه ايه؟ از بيجن ادد. طب هو انا ممكن اسيلكت اكتر من ايفنت؟ عندك الابيلتي تسيلكت اكتر من ايفنت بس بشرط انت تروح تعمل امبلمنتيشن لكل ايفنت عندك. تمام. طيب وتعال نقول له ايه؟ ما مش مشكلة عادي. عادي. تمام؟ تعال نقول له ايه؟ تعال نقول له فيتش. تعال نشوف بقى الايفنت اسمه ايه؟ ايتم ان. ايفنت اي اسمه ايتم ان. هتلاقي اي ايفنت ريسيفر يا شباب تنهرت من اس بي ايتم ايفنت ريسيفر. طيب هتقابلني مشكله. هو انت ايه الفيلد اللي انت عايز تنفذ عليه الايفنت ريسيفر؟ يعني دلوقتي هو انا كنت عايز انفذ الايفنت بتاعي على الفيلد اللي اسمه ايه؟ ها؟
عايز انفذ فعلا، عايز انفذ الايفنت ريسيفر ايتم ادينج على الايه، على الفيلد اللي اسمه تايتل. طب انا ازاي هوصل للتايتل؟ اه هناخد زي ما اتعلمنا، هاخد اوبجكت من مش عارف ايه واقعد اروح طب في حاجه اصرف، في حاجه توصلني على طول للتايتل دي؟ اه في، تمام. شايفين عندكم البروبرتيز اللي فوق دي توصلك لاي فيلد جوه الليست بتاعتك. ايه؟ ما انا قلت حاليا الايفنت ريسيفر هيتطبق على كل الليست اللي من نوع كاستم ليست. طب انا افرض عايز اطبقها على الكاتيجوري بس، ما انا معنى كده ان كل ما اضيف ايتم جوه كاستم ليست ايا كان برودكتس ايا كان كاتيجوريز فيطبق عليه. الله، انا مش عايز كده، انا عايز بس الكاتيجوري. تعال بس الستيب دي هنخليها ايه؟ نخليها نيكست يعني. تمام؟ طيب كل مشكلتي حاليا هو انا ازاي اوصل للتايتل. تمام؟ قلت عشان توصل لاي حاجه والليست بتاعتك، الموس بتاعك جه سبحان الله، يعني مش عارف سبحان من عايش لغايه دلوقتي يعني. فانا عشان اوصل لاي فيلد جوه الليست بتاعتي، فانت روح للسحر بتاعك البروبرتيز دي، قول له دوت افتر بروبرتيز. طيب اسمها ايه؟ تاخد مني حاجه من نوع كوليكشن. فانا لو قلت له كده لو سمحت اسمها ايه؟ اسمها تايتل. تمام. طيب انا ممكن حاليا اجي اقول له مثلا انا استقبلها في حاجه من نوع سترينج، السترينج ده هسميه تايتل. دي سي هتلاقيها بترجع حاجه من نوع اس بي ايتم ايفن ده كولكشن. اقول له ايه؟ لا يا عم بس تقول لي ايه تو سترينج. فانت كده جبت ايه؟ جبت التايتل. اعمل اللي انت عايزه تعمله. طب احنا عايزين نعمله ايه؟ ادي التايم. يعني لو جيت هنا قلت له كده تايتل بتساوي في عندي حاجه اسمها كونكات، او انا اقول له بلس تعالى سترينج ايه دوت ايه كونكات. كونكات يعني ايه؟ يعني بلس، ان انا هربط حاجه مع حاجه. طيب انت عايز تربط ايه؟ فهتلاقي عندك حاجتين، هتلاقي في من ضمن الاوفرلودنج ميثود بتاعتك عندك الفانكشن بتاخد اوبجكت واوبجكت. اول اوبجكت بتاخد منك الفيلد انت عايز تطبق عليه. طب وتاني حاجه الداتا اللي انا عايز اضيفها على الفيلد دي. طيب بلاش عشان ما ندوخش، انت ممكن عامه هنا تديله الفيلد بتاعك ويز ايه؟ ويز الادنج بتاعك. يعني ممكن اجي اقول له اهو انا عايز اضيف ايه؟ عايز اضيف ايتم، عايز سوري اضيف الديت تايم ويز التايتل دي. فانا ممكن اجي اقول له ايه؟ لو سمحت انا اضيف الديت تايم دوت ناو. تمام؟ سي دوت تعالى نقول له شورت تايم سترينج. تمام؟ بلس انا عايز اضيف مع مين؟ التايتل. ها فيها مشكلة لغاية كده؟ هجيب شورت تايم، هجيب لي الساعة بالدقايق، مش هجيب لي ساعة والدقايق ومينتس وميلي سكندز، مش هجيب لي كل حاجة، هجيب بس الساعة والمينت. ايه؟ تايم تايم ديت تايم ديت. شفت الناس كلها دلوقتي بقت ايه يعني شغاله تايم ديت. تمام كده يا شباب؟ طيب ناقصني خطوه صغيره خالص، ناقصني خطوه صغيره ان انت هنا عملت ايه؟ جيت صح؟ هنا انا عملت جيت، وهنا طبقت عملت عملت له جيت، هنا طبقت عليه الحاجه دي. طب ناقصني ان انا اعمل ايه؟ صح؟ مش انا كده جبت الفيلد اللي اسمه تايتل وضفت على الفيلد اللي اسمه تايتل ضفت ظبطت عليه الحاجات دي. طب ناقص ان انت تضيف بقى ليه؟ تضيف التايتل ده. طب انا هضيف تايتل ازاي؟ نفس ما انت جبت كده التايتل نفسه هتقول له برضه بروبرتيز
فين دي؟ تمام. انت كل اللي عملتيه دلوقتي، انت عملتي بصي مري، ان انت كل اللي عملتيه دلوقتي ان انت عملت عمليه ايه؟ جيت جبت التايتل وقلت له التايتل ده انا هخزنه في حاجه من نوع ايه؟ سترينج. تمام. طيب وبعد كده قلت له ان التايتل بتاعي ده كسترينج، ما قلتليش الحاجه اللي انت قلت له ايه؟ انت جبتيها الجيت. تمام. لا انت قلت له اللي انا هخزنه فين؟ انا خزنته في الحاجه اللي اسمها سترينج تايتل، مش اللي انا عملته على مين؟ على انا عملت له جيت. تمام. فانا قلت له على التايتل دي ان انا هعمل على السترينج يكون كانت مش عارف ايه الحاجه اللي انا عملتها دي. تمام. طيب ناقصت الخطوه ان انا اضيف في الحاجه اللي انا عملتها جيت، اللي انا عملت ظبطتها في التايتل دي، وبعد كده راجع احطها فين؟ في الكولوم اللي اسمه ايه؟ او الفيلد اللي اسمه تايتل. تمام. طيب اخر حاجه ان انا هبدا اعمل ايه؟ ديبلوي. تعال نسيب بس كده، نعمل بيلد. تعال نقول له بقى ايه؟ ديبلوي. تعال بقى نروح للكاتيجوري بتاعتنا. يا شباب التايم اهو بلس مين؟ بلس نت. لو ضفت حتى لو اروح اديت كده يا شباب هيفتح لي المنيو بتاعتنا دي، اللي انا قلت له مثلا انا عايز اطبق سي اضيف موبايل. تعالى انزل الستيب بتاعت كده دايركت عامل لي ايه. تمام. فكده انا طب تعالى يا شباب بس نروح نشوف نضيف اي حاجه على مستوى الديبارتمنت ليست دي. تعال نضيف ايتم جديد كده، تعال نقول نيو ايه؟ نيو ايتم، وتعال نسي نقوله في الديبارتمنت، انا هضيف سي الديبارتمنت اسمها ديزاين. قول له سيف. اعمل لي ايه؟ طبق لي برضه نفس الايفنت ريسيفر على مستوى الليست اللي اسمها ايه؟ اسمها ديبارتمنت. طب دي مشكلة، مشكلة كبيرة، معنى كده ان اي كاستم ليست من نوع من عندي هتضاف عليها الايفنت ريسيفر ايه؟ الايفنت ريسيفر بتاعي. تمام؟ لو انا كنت قلت في الاول اس بي ليست وقعدت انا استخدم الفانكشناليتي او الكلاس اللي هستخدمها كان هيتطبق فعلا عن ايه؟ على الحاجه بتاعتنا. انا قلت له هات ليست بعين عشان ايه؟ هطبق عليه. تمام. طب انا لو دلوقتي انا ما استخدمتش الايه؟ الكلاسز دي. طيب تعال المثال اللي احنا هنعمله ده، تعال المثال اللي احنا هنعمله ده نبدا نطبق بس على ليست بعينها الايفنت ايه؟ الايفنت ريسيفر. طيب المثال اللي انا عايز اعمله ايه؟ هتروح في الفيتشرز. لو انت جيت رحت في الفيتشر هنا، رحت لسايت سيتنجز، هتروح لمانج سايت فيتشر، هتلاقي الفيتشر بتاعتنا كان اسمها ايه؟ كنا مسمينها ايفنت ريسيفر، كنا مسمينها ايه؟ شير بوينت ايفنت ريسيفر ديمو. شير بوينت شباب. هتلاقي الفيتشر او الايفنت سيرفر اللي احنا عملناه ضاف كفيتشر في الويب سايت بتاعي. هتلاقي الفيتشر اهي اسمها شير بوينت ايفنت ريسيفر ديمو، اللي هي فيتشر 1 دي، اللي هي عندنا فين؟ عندنا في البروجكت بتاعي هو شير بوينت ايفنت ريسيفر ديمو. تمام. هتلاقي الفيتشر بتاعها اسمها ايه؟ فيتشر 1. تمام. زي ما احنا اتعودنا اي حاجه بتنضاف عندي ان شير بوينت بتضاف كانها ايه؟ فيتشر اند اليمنت، صح؟ فادي الفيتشر ايه؟ ادي الفيتشر بتاعتي، وادي ايه؟ وادي الاليمنت بتاعتي. تمام كده يا شباب. طيب المثال اللي بعد انا عايز اعمل كده، هيكون عندنا ليست اسمها برودكت. تمام. وليست البرودكت دي هيكون فيها سي تايتل، وفيها مثلا سي برايس، وفيها مثلا
نسميها اوردر، والاوردر يكون فيها البرودكت نيم وفيها برايس وفيها كوانتيتي وعندي سي توتال. تمام يا شباب؟ هيكون عندي ليست اسمها اوردر، الاوردر دي فيها برودكت نيم وفيها برايس وفيها كوانتيتي وفيها توتال. طيب انا عايز كل ما اضيف برودكت هضيف له برايس وكوانتيتي، والتوتال دي تحسب ايه؟ تحسب اوتوماتيك. يعني سي ان انا ضفت عندي برودكت اسمه مثلا سي فلاش ميموري، البرايس بتاعها سي 10، الكوانتيتي 5، التوتال اوتوماتيك تبقى كام؟ 50. تمام؟ التوتال بتاعت الحاجه اللي انا اشتريتها دي. تمام؟ انا اشتريت خمس قطع من مين؟ من الفلاش ميموري. سعر كل فلاشه عندي كام؟ 10. فاكيد لو انا ضربت 5 في 10 بيطلع لي ايه؟ التوتال. انا عايز بقى ال 50 دي تحسب ايه؟ تحسب اوتوماتيك عندي، مش انا اللي اتدخل ايه؟ مش هقدر ادخل فيها. تمام؟ فتعالى نعمل ليست اسمها اوردر ونضيف فيها الحاجات اللي قدامي دي، ونبدا نعمل ايفنت ريسيفر يبدا يطبق لي ايه؟ يبدا يطبق لي التوتال ده. تمام؟ فتعالى في الـ HR عندنا هقول له اد ان اب، سوري اوكي، تعالى نخليها كاستم ليست هسميها اوردر كريت. الاوردر دي هنضيف الكولومز بتاعتنا، اجيب ليست اقول له ايه؟ كريت كولوم. اتفقنا اول واحده عباره عن ايه؟ سي برايس، ده من نوع سي نمبر او كرنسي عادي ايا كان، تعال له ايه؟ اوكي. كريت كولوم كمان عباره عن كوانتي، ده عباره عن نمبر، اقول له اوكي. كريت كولوم كمان ده عباره عن ايه؟ توتال. ده عباره برضو عن ايه؟ كرنسي. تعال اقول له ايه؟ انا عايز زرقاتي، هنعملها في اديت احسن. انا ضفت سي زي ما انا قلت فلاش ميموري، كان البرايس بتاعها سي 50، اشتريت مثلا كوانتيتي 5. تمام؟ فيبقى التوتال مثلا كام؟ 250. تمام؟ لا انا عايز التوتال عندي تحسب ايه؟ تحسب اوتوماتيك. تعال نعمل ايفنت ريسيفر تاني، فاقول له كليك يمين كده اد نيو ايتم، الايتم بتاعي من نوع ايفنت ريسيفر، الايفنت ريسيفر ده تعال نسميه ايفنت ريسيفر اوردر او اوردر توتال. تعال نقول له ايه؟ اد. طب انا عايز وانا بضيف الايتمز بتاعتي ابدا اعملها لايه؟ فتعال نقول انا عايز اعملها ليست ايتم اثناء ايه؟ ايتم ايه؟ ايتم ادنج. تمام؟ تعال برضو ممكن احدد له انا هخليها على ايه؟ على مستوى الكاستم ليست. فهنقول له ايه؟ فينيش. طيب انا دلوقتي ازاي ابدا اجيب عندي برايس وابدا اجيب كوانتيتي وابدا اجيب ايه؟ عشان احسب ايه؟ التوتال. تمام؟ طب ما انا عكسناها من غير ما انا عرفت اكس الكاستم ليست دي. بس احنا اتفقنا ان انا لو عملت الايفنت ريسيفر ديبلويمنت فهو يروح يطبق على اي كاستم ليست عندي فيها الكولمز الموجود دي.
تمام. طب انا لو عايز اطبقها على الكاستم ليست اللي اسمها ايه؟ اسمها اوردرز. فتعالى كده نروح على حاجه اسمها ايفنتس. هتلاقي في الايفنت ريسيفر اوردر توتال عندنا حاجه اسمها ايه؟ اليمنتس. احنا اتفقنا اي فيتشر في الدنيا عباره عن فايل فيتشر دوت اكس ام ال اند اليمنت دوت ايه؟ دوت اكس ام ال. تمام؟ واتفقنا الامبلمنت بتاع الفيتشر جوه الايه؟ جوه الاليمنت بتاعته. لو رحنا كده يا شباب عندي في الاليمنتس هتلاقي عندك حاجه اسمها ريسيفرز، والريسيفر هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ ليست تمبلت اي دي واخده نمبر كام؟ واخده نمبر 100. تمام؟ 100 دي عباره عن ايه؟ 100 دي عباره عن الكاستم ليست. نو عباره عن اي ليست عندي واخده اي دي. كديفولت اي دي للكاستم ليست واخده ايه؟ 100. يعني اي حاجه تقع على الكاستم ليست واخده رقم كام؟ 100. تمام؟ طيب لا ده انا عايز اضيفها بس على الاوردرز. فانت هتعمل ايه؟ عندك حاجه اسمها ايه؟ ليست يور ايه؟ يو ار ال. فانا ممكن اجي اشيل بس الليست تمت اي دي واقول له ليست ايه؟ الليست يو ار ال بتاعتي. طب انا ازاي برضو اوصل للليست اوردرز؟ بس كل اللي انت تقوله عشان توصل للليست اوردرز هتقول له بس ايه؟ ليست سلاش اوردرز. انت كده وصلت للليست اسمها ايه؟ اسمها اوردرز. فمعنى كده الايفنت ريسيفر مش هتنفذ غير على الليست اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها اوردرز. تمام؟ فانا لو عايز انفذ الايفنت ريسيفر بتاعي على ليست بعينها فانا اروح جوه الاليمنتس عندي في الايفنت ريسيفر واغير بس الليست من الاي دي اشيلها خالص واحط حاجه اسمها ليست يو ال علشان ابدا اطبق الايفنت ريسيفر ده على ايه؟ على ليست بعينها عندي. يبقى انا كده حليت حل من ايه؟ حل من الحلول عندي خلاص اني ضمنت الايفنت ريسيفر ده مش هيطبق غير على الليست اللي اسمها اوردرز. طب تعالى نرجع للكودنج عندنا. زي ما احنا اتفقنا برضو هو بيحاول بس ما عرفش هي بتحاول ده كله. Thank you.
جيت البروبريتي اللي اسمها كوانتيتي. انا كنت كده بعمل بس عمليه جيت البروبريتي، انت عايز تجيب البروبريتي اسمها ايه، وتبقى عايز تجيب البروبريتي اسمها ايه كوانتيتي. تمام. طيب وبرضه هنجيت مين رو دبل سي التوتال. تمام هتساوي فير تو دبل برضو بروبريتي اسمها ايه توتال. طيب واتفقنا برضو عشان انا احسب التوتال هعمل ايه، البرايس في مين في كوانتي. تمام وبعد ما اخلص كده هقول له بروبرتيز دوت افتر بروبرتيز بروبريت اللي كان اسمها ايه توتال. هتساوي مين التوتال عند ها عادي ممكن كاستها زي ما انت عايز، بس النمبر عامه، النمبر عامه عندي في شير بوينت عباره عن نمبر، يعني النمبر كولم عندي عباره عن دبل، فانا بريفير ان استخدمت دبل عشان ما يعملش اكسبشن. بص يا احمد انا بعمل ايه، انا بعمل انسيرت، انا فين دلوقتي في الاوردر صح؟ تمام انا في الاوردر عايز اضيف بروبرتي او اضيف برودكت، اقول له لو سمحت انا عايز اشتري البرودكت اسمه كذا لابتوب، طب سعره كام؟ اقول له مثلا سعره كذا. طب الكوانت عايز تشتري كميه قد ايه؟ قلت له اشتري كميه كذا. التوتال بقى تحسب ايه؟ اوتوماتيك ما تدخلش فيه. لا هو الايفنت ريسيفر هيتولى العمليه دي، ان هو التوتال هو اللي يبدا ايه؟ يحسبه له. تمام؟ طيب خطوه اخيره انا هعمل ايه؟ اوريدي ديبلوي. شباب لو انا عايز انا اعمل ديناي للايفنت ريسيفر بتاعي، فانا اروح بس لمين؟ للسايت سيتنج واعمل بس الفيشر بتاعتي دي اكتيفيت عشان بس ما اطبقش عندي. فانا روحت المانج سايت فيشر دي، والفيشر بتاعتنا القديمه اللي كان اسمها ايه؟ شير بوينت دي فيشر 1 دي كنت بس هعمل ايه؟ دي اكتيفيت عشان ما تطبعش على اي ليست عندي. تمام؟ تعال نرجع تاني لمشروعنا. خلاص دي بروي سكسيد. تعال نرجع تاني لكومبيوتيك او سي ليست بتاعتنا. اوردرز. تعال نضيف ايتم جو اوردر كده. هيدفون ده برايس بتاعه مثلا سي 20، اشتري مثلا ميني كوانتي 5، يبقى التوتال بتاعي كام؟ مش عايز توتال بقى، عايز توتال واحسب ايه؟ اوتوماتيك. تمام ثاني يقول له ايه؟ سيف عندي مكتوبة غلط. تعال نرجع تاني. ممكن اعلى بسرعة. انا كده بحط هنا غلط كمان. ماشي اوكي انا هخليها زي ما هنا كتبها بقى عشان ما ارجعش اغير يعني. تعال نعمل دبلوي تاني كده. تعال نقول دبلوي.
مثلا سي نعمل هارد ديسك، الهارد ديسك مثلا سي برايس بتاعه 500 كوانتي 2 تانول وي سيف. باج كده نشوف الدنيا تمام فيها هيحصل فيها ايه. نستارت كده تاني الفيتشر حسب هو بس شباب خلاص اهو تمام. انا بس عملت اكتيفيت الداكتيفيت للفيشر بتاعتي مش اكتر. انا خلاص هو حسابها عندي اهو. انا دخلت له سي 5000 وقلت له انا عايز كميه 2 فدخل لي ايه التوتال بتاعي كام 10000 تمام. ايه اكتيفيت داكتيفيت بس خلاص. عامه اكتر حاجه هتلاقوها وانتم مشغلين شير بوينت حته الاكتيفيت فيشر دي والاكتيفيت فيشر وحته الريسنت بتاعت الاي اس هتلاقي يمكن اكثر غالبا مشاكل او عامه هتبلوك كتير في شغلك عامه. خلاص يا طيب تعال بس نعمل حاجه برضو. تعال نغير الكميه دي يعني تعال انا اقول له مثلا هيديت هنا هيديت في الايتم ده اقول له ايه ايتم كده وتعالى اقول له انا غير الكميه من 2 هخليها 3 المفروض بقى يخليه توتال كام؟ 15 فاقول له سيف كده نفسها ايه؟ ليه؟ انت بس بقى قايل له ان انا اثناء بعمل ايه؟ ايتم ادنج. طب انا اللي عملته كان عملته ايه؟ اديت او ابديت.
تمام. فانت رحت للريسيفر بتاعك اللي احنا كنا مسمينه ايه، ايفنت ريسيفر اوردر توتال، فانت هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه، هتشوفها ابديتنج ايه هاندل ايتم ايه، بدل ما هي فولس خليها بس ايه ترو. تمام، وخد الكود اللي احنا عملناه ده فوق كده، كوبي حط تحت ايه بيست. عندي البيلد بس كده، نرجع نعمل ديبلوي تاني. يا شباب بنعمل ابديت في اي ايتم عندنا، تعالى سيف الهارد ديسك ده، تعالى نقول له ايديت، انا عايز اعمل ايديت، تعالى مثلا عايز اخلي الكوانتيتي سيف بدل ما هي 2 عايز اخليها مثلا 5، تعالى نقول له ايه سيف. طيب تعالى نرجع تاني نعمل اكتيفيتي فيتشر، نقول له سايت سيتنج مانج سايت فيتشرز، وتعالى نقول له ايه دي اكتيفيت كده. تعال نقول اكتيفيت تاني، تعال نرجع للسايد الاوردرز، تعال عاوز انا عايز اديت برضه سيف في الهارد ديسك دي ايد ايتم، وعايز اخلي التوتال بتاعها بدل 105 سيت تعالى نخليها 10، الو سيف ما غيرش اي حاجه برضه. طب تعالى نرجع تاني كده، تعالى نسيت الاي اس كده، نرجع نريفرش البيج بتاعتنا. ايديت تاني كده نخليها مثلا سي 7، عندي برضو مشكلة في الابديتنج، تعالى لو ضفنا ايتم كده سيتنج.
مش معقول اكتيفيت اهو، تعالى نعمل اكتيفيت تمام كده، وتعالى نرجع تاني في الاوردرز بتاعتنا، تعالى نضيف بقى نعدل تاني، اقول له كليك يمين سوري ايديت، تعالى نخلي دي سي 4 واجي اقول له سيف، برضه نفس الحكايه. طب انا عايز اغير، تعالى نعمل اد، في الفيد بتاع توتال تمام. فانا استغربت بعد الخطوه اللي انا جبت فيها، انا سبتها على طول.